الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، كانت هذه الغزوة غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة في الشهر المحرم، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1600 رجل، فسار حتى أتى خيبر ليلا. وخيبر مدينة تقع شمال المدينة المنورة إلى جهة الشام، وسكانها كانوا من بني النضير الذين كانوا أعظم محركي قريش يوم الخندق على قتال الرسول والمسلمين. حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر 6 أيام، فلما كانت الليلة السابعة وهي ليلة الفتح، قال الرسول: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فلما كان الصباح أعطاها لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يشكو وجع عينيه، فتفل النبي فيهما ودعا له فشفي. توجه علي مع المسلمين للقتال، وشدد الحصار على الحصون إلى أن فتحها، واقتلع باب الحصن وقتل مرحبا صاحب خيبر، وغنم المسلمون منها غنائم عظيمة. وهكذا يا أحبابنا نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، لنحدثكم في الحلقة القادمة من سلسلة قصص الأنبياء عن غزوة مؤتة، فتابعونا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد، وإلى اللقاء.